تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، صوت القاهرة في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم. السلام عليكم. واحد الرئيس السيسي والحرب على الفساد. الرئيس عين لأول مرة مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، السيد محمد وهبي اللي كان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أصبح مستشارا للرئيس لمكافحة الفساد. قرار رائع وبيعطي مؤشرات واضحة تماما وحاسمة في رغبة الدولة في مكافحة الفساد. نتمنى لمستشار الرئيس اللي هو أول مرة يكون في مصر مستشار رئيس لمكافحة الفساد كل التوفيق.